بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. يعني أعزائي وعزيزاتي الطالبات في الماجستير المهني إدارة الأعمال، هنتكلم النهاردة يا حضرات عن إدارة الأداء والتعويضات، المادة اللي أنا بدأتها معاكم لغاية امتحانات الميدترم اللي هي لم تتم بسبب الظروف الحالية. هذه المادة بتتكون من 5 موضوعات، هي إدارة وتقييم الأداء، الأداء التنظيمي، الأداء الوظيفي، الأجور والحوافز، التميز المؤسسي. ونظرا للظروف الحالية زي ما قلت لحضراتكم، هنكتفي بالموضوعات الأربعة الأول وهنتجاوز عن التميز المؤسسي. بالنسبة للأجور والحوافز، أنا أعديت لكم فايل كده تذاكروا منه، وانا عارف ان هو كان مكلف به بعض بناتنا في هذا التخصص، ولكن ده ان شاء الله يكفي باذن الله.